لمنتخب نيجيريا لعبة ميغان وتدخل كان تدخل ديال خديجة الرميشي ولكن الكرة مشات وعنقات الشباك. ضربة جزاء كانت ناجحة. لعبة بلوم بيتر ميغان التي تمارس بها الدوري الإنجليزي. لاحظوا بأنه كانت فرحة لأن خديجة الرميشي مشات الكرة لمسات الكرة على عين شاد نسرين لاعبة فريق سانتيتيان الفرنسي، كذلك لاعبة اللي تألقت على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. ضربة جزاء الرابعة، لاحظوا الصور هناك بعض الجماهير اللي ما بغاتش كاع تشوف ضربة جزاء على عين شاد نسرين وضعت الكرة. شادي نسري تضع الكرة في الشباك بطريقة ولا أجمل والأروع. شادي نسري ضربة جزاء رابعة للمنتخب الوطني المغربي كانت ناجحة. لو تصدى خديجة الرميشي لضربة جزاء المنتخب النيجيري، منتخب الوطني المغربي سيكون في الدور النهائي وفي المباراة النهائية. إذا شادي نسري طريقة ممتازة، فرحة كبيرة، دعم جماهيري استثنائي في هذه المباراة، كذلك استثنائية أمام منتخب كنعطيهم كذلك استثنائي لأن 11 لقب ماشي بالسهل. إذا ضربة جزاء لمنتخب نيجيريا مونداي جيفت، اللعبة التي دخلت خلال الجولة الثانية. إذا لو تضيع مونداي انتهى كل شيء. إذا مونداي تسديد خديجة الرميشي كان بإمكانها تصدى لهذا ضربة الجزاء. إذا ضربة الجزاء كانت موفقة لعبة مونداي جيفت في توقيعها، والآن ضربة الجزاء التي تساوي الوصول للمباراة النهائية. نحن كان متابعة حتى خديجة الرميشي مشات في نفس المكان، ولكن التسديدة كانت بدقة طرف لعبة مونداي. إذا ضربة جزاء تساوي التأهل، نتيجة 4-4 مع تضييع ضربة جزاء بالنسبة للمنتخب النيجيري. نيجيري وروتزيلا عيان لاعبة فريق توتنهام اللي قلت بأنها يمكن تشوف في ضربة جزاء غادي تكون إن شاء الله خير. هذا هو حب الوطن، حب الراية المغربية، حب المنتخب الوطني لا يضاهيه شيء. روتزيلا بإمكانه تضع كرة في الشباك. روتزيلا المنتخب الوطني المغربي في النهائي. روتزيلا تضع كرة في الشباك وفرحة كبيرة للجماهير المغربية. المنتخب الوطني المغربي ينجح في الوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ